نجاتي، كتبت تصريح او كتبت جمله هي انه مسلسل البحث عن الترند. طبعا البحث عن الترند ده لان كل شويه بسبب مشكلتك بقى في بقى سلسله من الطلاق والرجوع الطلاق والرجوع. ما حسيتش بعقده الذنب لما حصل طلاق بين منى عارفه وجوزها الفتره الاخيره؟ الذنب ده لما اكون انا عملت حاجه، انا ما عملتش اي حاجه. بيقول لك بقى المشكله نجاتي اللي بداها. اللي يقول يقول كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. انا عارف انا عملت ايه وما عملتش ايه، انا ما عملتش اي حاجه. هي طلبت مني وانا نفذت لها، كنت يعني مقدر موقفها ونفذت لها اللي هي عايزاه، ما عملتش اي حاجه. اما بقى في الحلقه الاخيره يعني، او ما اعرفش بقى الاخيره ولا لسه المسلسل شغال، مسلسل البحث عن الترند. يعني هو بقى يعني ممكن يبقى ممكن يبقى ممتد بقى 60 حلقه او 70 حلقه ما تعرفيش. التطاول بقى على الاستاذه الكبيره الهام شاهين، والتطاول على اخويا الكبير واستاذنا الكبير وناقدنا المحترم دكتور اشرف زكي، كل التحيه ليهم والاحترام طبعا. ده استفزني جدا، فخلاني بقى يعني لما اتسالت قلت بقى ان ده يعني هي مش قصه بقى، يعني هنقعد بقى كل واحد بقى عايز يشتهر فيقوم رايح شاتم حد وشاتم او فلان. شاتم رمز او نجم بالظبط. على سيره التلامس في الدراما او في المشاهد عموما، يوسف الشريف كان مصرح من فترة كبيرة وكلنا عارفين إنه هو بيرفض موضوع التلامس في أعماله. ليه الناس لما بيكون نجم كبير بيقول كده بيحترموا ده، ولما بيكون حد لسه شاب صغير أو شابة صغيرة زي منا بيستغربوا أو ممكن يكون الموضوع بالنسبة لهم مش مقبول، يقول لك ما تتمثليش أحسن اقعدي في البيت. كل حد من حقه يعمل اللي هو عايزه، بس المهم يكون في اتفاق مسبق عشان ما يحصلش مشاكل ونوقف التصوير. اصل التصوير ده مش لعبه. اكيد. التصوير ده فيه فلوس مدفوعه، فيه مواعيد الواحد بي 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 بيروح فيها، وما ينفعش ان احنا نتعطل والكلام ده كله، فاي حاجه تعطل التصوير انا ضدها. فمن حق اي ممثل كان كبير او صغير ان هو يملي شروطه. اتقبلت من قبل المخرج اوكي، ما اتقبلتش هيغير الممثل ده وهيجيب ممثل تاني. مظبوط. كتبت على صفحتك على فيسبوك اتكلموا في وشي علشان انا ظهري وجعني. مين اللي بيتكلم في ظهرك؟ يعني كل الناس بقى اللي تقول ان 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 انا ليا دخل بالحكايه وان انا كان حرام عليا ان انا اعمل كده ما اعرفش حرام عليا ان انا عملت ايه يعني. انا بس حد يجي يقول لي انت عملت كذا، انت قلت كذا.